بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد مجلسنا الأسبوعي 47 من مجالس مدارستنا لكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا اليوم 25 من شهر ربيع الآخر سنة 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتم في هذا المجلس فصلاً ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه، وقد تقدم فيه جملة من المعالم وبقي فيه بقية نتمها في مجلس الليلة إن شاء الله، مغتنمين مجلسنا المبارك هذا في رحاب بيت الله الحرام وموئل كرمه وعطائه جل جلاله في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، مستمطرين بها 10 أضعافها صلاة من ربنا جل وعلا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وإنا لنرجو الله منه شفاعة، ومن حوضه الصافي عسانا نورد، عليه صلاة الله ما نسنس الصبا، وما قام قمري بدوح يغرد، صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته. هذه صلة لما تقدم بيانه في ليلة الجمعة الماضية. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه يقوم على أمور عظام أوجزها المصنف رحمه الله في نقاط مضت ببعض شواهدها، منها أنه خطب على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا خطب تحدثت مشاعره ومعالم وجهه مع حديث لسانه عليه الصلاة والسلام، تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. كان عليه الصلاة والسلام لا يخطب خطبة إلا يفتتحها بحمد الله ويذكر فيها الله ويتلو فيها من كتاب الله صلى الله عليه وسلم. كان يخطب قائماً يستقبل الناس، كان يذكر الله ويستغفره، وربما خطب بالقرآن كما تقدم في سورة قاف. كانت معالم خطبه ومدارها كما يقول ابن القيم رحمه الله تقوم على حمد الله والثناء على الله بآلائه وبأوصاف كماله ومحامده. كانت خطبه تقوم على تعليم قواعد الإسلام، على ذكر الجنة والنار، على ما به تعرف النفوس طريقها إلى ربها وتعرف حقه العظيم عليها سبحانه وتعالى. يذكر الجنة والنار ويأمر بتقوى الله، يبين موارد الغضب ومواقع الرضا. قال: فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. من معالم خطبه العظام عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين وبما يقتضيه الحال، يعيش هموم الناس وواقعهم وحياتهم، فتقوم خطبته على ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم. كان ربما توكأ على العصا أو على قوس، ولم يحفظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على السيف، بل كانت إما العصا
وإما القوس كما تقدم، وبقية ما بقي في الفصل نأتي عليها في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. قال: كان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به. والمقصود بالعارض الأمر الطارئ الذي يأتي على غير ترتيب، فيطرأ في خطبته شيء من المواقف فيتعامل معه صلى الله عليه وآله وسلم بما يحتاج له الموقف، وسيضرب لذلك أمثلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين، فقطع كلامه ونزل فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، أخرجه أيضا أصحاب الصحاح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحم الله الجميع. وفيه قصة أنه صلوات الله وسلامه عليه بينما كان على المنبر ذات يوم يخطب، إذا بسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، طفلين صغيرين، ابني فاطمة الزهراء رضي الله عنها وابني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أتيا فخرجا من الحجرة إلى المسجد فوجدهما أمامه يعثران في قميصين أحمرين. كشأن الأطفال يقوم أحدهما يمشي فيتعثر، فرق لهما عليه الصلاة والسلام، وأخذته رفقة الأبوين وعطف الوالد وحنان الأب، فنزل من على المنبر قطع خطبته فحملهما ثم صعد بهما المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعني الحسن والحسين يعثران في قميصهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. ثم عاد إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. وعند البخاري في الصحيح قريب من هذا يقول أبو بكرة رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال عليه الصلاة والسلام: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفي رواية أخرى في الصحيح أنه جعله معه على المنبر فجعل يلتفت إليه ويقول: إن ابني هذا سيد. والحسن رضي الله عنه آنذاك طفل، لكن الموقف شد أنظار الصحابة رضي الله عنهم، جلوس في جامعه وهو يخطب بهم صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الحسن ويذكر نبوءة تحققت في سبطه الحسن رضي الله عنه لما حقن الله به دماء الصحابة في فتنة حصلت بين بعد مقتل أبيه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فلما اجتمعت الجموع طائفة معه وطائفة مع معاوية رضي الله عن الجميع، فتنازل الحسن عن الحكم حقنا للدماء وتنازلا عن حظوظ الدنيا والمناصب والخلافة، فكان ما تنبأ به جده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكانت به رضي الله عنه وأرضاه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال وهو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. هذا مثال آخر، عندما يخطب عليه الصلاة والسلام وهو في أثناء الخطبة يعرض عارض فيقطع خطبته لمعالجة الموقف العارض أمامه. بينما هو يخطب دخل رجل وهو في صحيح البخاري في روايته مبهم لم يسمى، وسمي في صحيح مسلم في روايته سليك الغطفاني، دخل كما في البخاري فجلس دون أن يصلي تحية المسجد، فقال: أصليت يا فلان؟ والرواية عند البخاري فيه مخاطبة: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. والرواية هنا لما جلس قال: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما
يعني خفف الصلاة فيهما لأن الخطبة قائمة. وهذه السنة يا كرام، كل من أتى خطبة الجمعة متأخراً والإمام على المنبر يخطب فلا يجلس، بل يبدأ بالركعتين تحية المسجد ويصليهما خفيفتين لقوله صلى الله عليه وسلم، وتجوز فيهما يعني خفف الصلاة فيهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام في موقف يعلمه ويعلم حضوره في الجمعة من أهل المسجد والأمة من ورائهم إلى يوم القيامة، قال هذا الحكم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما. فخطأ ما يفعله بعض المصلين إذا دخل الجمعة والإمام يخطب يجلس مباشرة، يظن أن سماع الخطبة واجب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى البدء بالركعتين قبل الجلوس لسماع الخطبة، فكان هديه عليه الصلاة والسلام هو الواجب العمل به. أبهم البخاري في صحيحه في روايته الرجل الداخل، وسماه في رواية مسلم سليكا الغطفاني. ذكر المصنف رحمه الله هذين المثالين، وفي السنة أيضا أمثلة سواها تؤكد ما قاله المصنف أنه صلى الله عليه وسلم إذا عرض له عارض في خطبته اشتغل به ثم رجع إلى خطبته. ومن هنا يتكلم الفقهاء رحمة الله عليهم في أحكام الجمعة وخطبتها، هل يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة ليتكلم مع بعض المصلين في أمر عارض يحتاج إلى بيان؟ والشاهد في ذلك فعله صلى الله عليه وآله وسلم. من أمثلة ذلك في الصحيحين أيضاً حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء يطلب الاستسقاء، أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر يعني مقابل المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائماً وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هلكت الأموال بسبب القحط والجدب وقلة المطر، فجف الضرع وقل المرعى وهلكت المواشي. قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر، انظر كيف قطع الخطبة واستجاب للموقف العارض، فرفع يديه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ثلاثا، وفي رواية: اللهم أغثنا، فكررها ثلاثا. قال أنس: ولا والله ما في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ولا حتى قطعة سحاب صغيرة، السماء صحو والشمس ساطعة. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل صغير جوار مسجده عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أقبلت سحابة من وراء الجبل مثل الترس، حتى إذا توسطت السماء انتشرت فأمطرت، والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، استجاب الله دعاه وسقى الناس. قال أنس: فما رأينا الشمس ستا، ستة أيام متتابعة السماء غائمة والمطر ينزل من دعوته عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما رأينا الشمس ستا، ستة أيام متتابعة أسبوع. قال: فلما كانت الجمعة الثانية المقبلة دخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. سئل أنس رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. فلما استمر المطر أسبوعا قال: يا رسول الله، ادعوا الله يمسكها عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأمسكت السماء استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال آخر تكلم فيه عليه الصلاة والسلام خارج خطبته التي كان يلقيها استجابة للعارض كما قال المصنف رحمه الله. ومن الشواهد أيضا لما دخل رجل يوم الجمعة متأخرا يتخطى رقاب الناس، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي رقاب الناس وأمره بالجلوس، هو أيضا معالجة لموقف أو عارض كما قال المصنف رحمه الله. ثم يرجع صلى الله عليه وسلم إلى خطبته يكملها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
وكان يقصر خطبه أحياناً ويطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس، وكانت خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة. هذا في شأن تقصير الخطبة وتطويلها، ما السنة يا قوم في خطبة الجمعة، التطويل أم التقصير؟ قال المصنف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر خطبه أحياناً ويطيلها أحياناً، قال بحسب حاجة الناس، فإن كان الموقف والحاجة داعية إلى التطويل أطال، وإن كانت داعية إلى التقصير قصر. وفي خطبه عليه الصلاة والسلام من هذا ومن ذاك، فيها أمثلة. قال رحمه الله: خطبه العارضة أطول من الراتبة. ما معنى هذا؟ ما الخطبة الراتبة؟ خطبة الجمعة. وما الخطبة العارضة؟ التي يجمع فيها الناس يخطبهم في غير خطبة الجمعة، لأمر عارض، لحادث ما يجمعهم يخطب فيهم، سواء كانت خطبة كسوف أو استسقاء أو في غير صلاة، يأمر بجمع الناس ليتحدث إليهم صلى الله عليه وسلم. الوصف العام أن خطب الجمعة الراتبة قصيرة في الغالب، والخطب العارضة طويلة. والمقصود بالطول والقصر هنا الطول والقصر النسبي، يعني ليست القصيرة بمعنى جملتين وينزل، لا، لكن قصيرة يعني في مدى ما يلقيه قياسا بما يقرأ في صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام. يقرأ مثلا بسورة الجمعة والمنافقون، يقرأ بسورة الأعلى والغاشية، فتكون الخطبة قصيرة. لكن إذا سمعت فيما سبق كما في حديث أم هشام عند مسلم في الصحيح أنه كان يقرأ بسورة قاف، وسورة قاف ليست قصيرة وليست بالطويلة أيضا، فهذا القصر النسبي والطول النسبي الذي يقصده الأئمة والمحدثون في وصف خطبه عليه الصلاة والسلام. لكنه كما قال المصنف: الخطب العارضة أطول من الخطب الراتبة. فإذن يستقر من هذا الهدي النبوي أن الأغلب في خطبه عليه الصلاة والسلام القصر. دل على ذلك أيضا جملة من النصوص في صحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني لو طولت وأخذت نفسا في الخطبة، لما وجدوا في خطبته من النفع والفائدة، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ما أرادوا، قالوا: لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست. فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقه الرجل. قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا، يعني ربما كان قليل الكلام وموجزه وهو الهدي النبوي أنفع، وإن من البيان لسحرا، ربما كان بعض البيان على قصره بسحره يفعل ما لا يفعله الكلام الطويل العريض. قال: وإن من البيان لسحرا. وفي رواية قال عمار رضي الله عنه كما عند أبي داود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. هذا هدي النبوي كما ثبت من فعله، ثبت أيضا من قوله وإرشاده عليه الصلاة والسلام، ليبقى هذا معلما للأئمة والخطباء وسائر من يرتقي المنابر يوم الجمعة، أن هذا هو الهدي الكبير لخطب النبي عليه الصلاة والسلام التي استهدى بها للأمة هديا نبويا. أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. ما القصد؟ الاقتصاد، الاقتصاد يعني بالاقتصار على القدر اليسير. فكانت صلاته قصدا يعني وسطا معتدلا، وخطبته قصدا يعني أيضا وسطا،
فوصف الخطبة والصلاة بالقصد وهو التوسط والاعتدال، فلا طول ولا قصر، والحديث عند مسلم في الصحيح. وعن جابر أيضا ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. الحديث صحيح أخرجه أبو داود. فهذا صريح أن الموعظة والخطبة يوم الجمعة كانت غير طويلة، قال إنما هن كلمات يسيرات. يقول الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله، يقصد أنه ثبت من هديه النبوي قولا وفعلا، فعلا فيما وصف من خطبه، وقولا بهذا الإرشاد في جملة النصوص التي سمعتم رعاكم الله. قصر الخطبة يا كرام، وهذا يهم الخطباء جدا، إذا ما اعتنى أحدهم بتطبيق هذه السنة والعناية بها أن يرعى المقاصد الشرعية من تقصير الخطب. السؤال: لما كان الهدي النبوي قائما على قصر الخطبة؟ لعدة حكم وفوائد تجتنى من قصر الخطب لا من طولها. أولها أن الأفهام والأسماع تعي من القليل ما لا تعيه من الكثير، أليس كذلك؟ لو جلست في خطبة أو كلمة أو مجلس فتحدث الخطيب والمتحدث والمتكلم دقيقتين ثلاثا أو خمس دقائق ثم قام، فأغلب الظن أنك إن لم تكن قد وعيت كل ما قال فوعيت أغلبه. فأما إن طال مجلسه واسترسل فصار يتكلم في 20 دقيقة ونصف ساعة وساعة، فإنك مهما وعيت ما قال وفهمت وضبطت مقاله فإنك ستذكر أشياء وتنسى أشياء، هذا لا محالة، كلنا كذلك، فنحن بشر، وأحفظنا أكثرنا ضبطاً لمواقع الكلام وما ذكره المتحدث، وما زال المتخصصون والمعلمون وأهل التربية يقولون إن مقام التعليم والتوجيه والإرشاد ونفع الناس يقوم على تركيز القليل من الكلام ليستوعب السامع، فإذا طال الكلام أنسى آخره أوله، فلا يكاد يستمع السامع شيئا فيعيه بتمامه، فهذا من المقاصد والحكم. ثانيها أن كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام نور ووحي مبين من الله جل جلاله، فكان قليله نافعا عظيما مباركا، وإذا حصل النفع والبركة والأثر بقليله فما الحاجة إلى كثيره؟ وإذا كان الكلام القليل النافع المبارك يحصل به أثره حصل المقصود. لماذا يجتمع الناس يوم الجمعة؟ ولماذا أمرت الشريعة بحضور الخطبة لمعاشر الرجال؟ لأجل ما يتحقق بها من الوعظ والتذكير مرة في الأسبوع، فتتجدد معاني الإيمان في النفوس وتتجه القلوب إلى خالقها. فإذا حصل المقصود بقليله أغنى ذلك عن كثيره. ومن الحكم في تقصير الخطب إيقاع الأثر في النفوس. أيها الخطباء، من أدرك هذه المقاصد من الخطب التي شرعت لأجلها صلاة الجمعة راعاها وحافظ عليها، فجمع بين الهدي النبوي الظاهر في تقصير الخطب وبين المقاصد والحكم من ذلك التقصير. قصر الخطبة أيها الخطباء مع الإيجاز والتركيز على المهمات، كما كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه قواعد الإسلام وشرائعه العظام، إذا تحققت هكذا كان المقصود بها متحققا بقليله دون كثيره، وليس المقصود القصر المخل، ليس المقصود القصر المخل بحيث يلقي جملتين لا يتم بهما الكلام، أو يقتصر في بعض الكلام على بعضه فيفوت منه أجزاء وأشياء، إنما المقصود الاستفاء مع ما يكون في خطب النبي عليه الصلاة والسلام من الجمال وحلاوة العبارة. فكما يقول الإمام الماوردي رحمه الله في الحاوي، يقول: المقصود بالخطبة شيئان، الموعظة والبلاغ. الموعظة يعني وعظ القلوب وتحريك الإيمان فيها،
والبلاغ يعني أن يبلغهم دين الله وكلام الله وأحكام شريعته العظيمة. قال: المقصود بالخطبة شيئان، الموعظة والبلاغ، ويقصد بموعظته ثلاثة أشياء: إرادة المعنى الصحيح، واختيار اللفظ الفصيح، واجتناب ما يقدح في فهم السامع من تمطيط الكلام ومده، أو العجلة فيه عن إبانة لفظه، أو ركب ما يستنكر من غريب الكلام وإعرابه. قال: ولا يطيل إطالة تضجر، ولا يقصر تقصيرا يبتر، ويعتمد في كل زمان على ما يليق بالحال. تقرير الفقهاء رحمهم الله لمقاصد الخطبة مستوحى من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطب. نعود إلى قول المصنف رحمه الله: كانت خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة. بعض الخطب العارضة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها عرضا لأجل حادث أو موقف تكون طويلة أكثر مما تتصور، طويلة إلى الحد الذي أخرج فيه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر. إذا ليست خطبة جمعة. قال: صلى الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. قال: فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. قال: فأخبرنا بما كان وبما هو كائن. قال: فأعلمنا أحفظنا. في ذاك اليوم كان أعلم الصحابة من الأمة من كان أكثر حفظاً لما قاله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم الطويل من الفجر إلى المغرب، ولا يقطع الخطبة إلا للصلاة، ينزل فيصلي ثم يصعد. ولم يؤثر أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا في هذه المرة. أرأيت كيف كانت الخطبة العارضة أحياناً طويلة بل على غير المعتاد؟ لكن هذا ليس الهدي الراتب من شأنه صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، بل كانت الخطب الموجزة القصيرة كما تقدم آنفا. فالمقصود أن الأصل في خطب الجمعة التقصير والإيجاز مع مراعاة مقاصد الخطبة، مع ذلك القصر، الاحتواء والاستيفاء، الوعظ والتذكير، مع ما في الخطبة مما ينبغي أن يراعيها الخطيب من فصاحة القول والبلاغة والأثر. نص الفقهاء على أن مقصود الخطبة إيصال المعنى، فالتكلف في عبارات الخطب بسجع وشيء من البديع والعبارات التي تسمو في البيان بما تكل عنه أفهام السامعين يحول بينهم وبين إدراك معاني الخطبة، كما أن الإخلال بها وعدم الاستعداد لها خلل لا يجعل لخطبة أثراً في نفوس السامعين، فلا يرجع من خطبتهم بشيء. إفصاح القول، بيان الكلام، إيضاح الجمل، كلها تحقق للسامع يوم الجمعة مقصده من حضور الخطبة. قال رحمه الله: كان يقصر خطبه أحياناً ويطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس، وكانت خطبه العارضة أطول من خطبه الراتبة صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحضهن على الصدقة. كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر يعني صلاة العيد ثم خطب، فلما انتهى أتى النساء يعني في موضعهن من مصلى العيد، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، كما في بعض الروايات قال: تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. قال: فجعل النساء يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وحليهن استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهن بالصدقة، واستجابة لوعظه وتذكيره. إذن فربما خص النساء كما في مجامع الأعياد
وليس معنى هذا أنه في كل خطبة يخص النساء بموضوع أو بخطبة تنفصل عن الرجال، لكنه فعله عليه الصلاة والسلام في الأعياد. فلو دعت الحاجة إلى تخصيص النساء بخطبة وتذكيرهن ووعظهن بما يخصهن في شأن النساء وبما يعنيهن أكثر من الرجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت في هديه ما سمعت يوم العيد من تخصيص النساء بالوعظ والتذكير والأمر بالصدقة لما لهن من حق أيضا من الوعظ والتذكير وأحكام الشريعة في الإسلام. تم كلام المصنف رحمه الله هنا عما أراده من إيجاز في هذا الفصل العظيم في هدي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في الخطب، وتقدمت فيه المعالم الآنف ذكرها. في ختام هذا الفصل وقبل الشروع في الذي يليه، ها هنا جملة من المعاني المتعلقة بهذا الفصل العظيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وهي جملة من النقاط التي يحسن عرضها. منها تقدم في صدر المجلس الماضي في بداية هذا الفصل السؤال المتبادر إلى الأذهان: أين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما لم تحفظ؟ ولما لا نجدها مجموعة في ديوان؟ ولما لم يعتني أصحاب الحديث وأئمة السنة الذين صنفوا ورووا وحفظوا وجمعوا ودونوا، لما لم يعتنوا بتبويب خطب الجمعة وسردها وحفظها لتكون بين يدي الأمة كما هو شأن سائر حديثه عليه الصلاة والسلام؟ وتقدم أن الإجابة عن هذا في الجملة شيئان: أولهما أن خطب النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة لم يزل منها شيء، وعامة جمله في الخطب مروية في جمل متناثرة وأجزاء مقتطعة، فيقول الراوي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، كما في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه عند البخاري. ويقول أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلة، كما في صحيح البخاري أيضا. وكما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. هذا كله على المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قاله في حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قال هذا على المنبر. أتظن أن قال تلك الجملة ونزل؟ الجواب لا، إنما حكى الصحابة في تلك الروايات جملاً مجتزأة من خطبته، فجاء الأئمة فرووا من تلك الجمل ما دونوه وصنفوه موزعاً على الأبواب. في حديث عبد الله بن عمر أيضاً في الصحيحين قال رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى. فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قال هذا أيضا على المنبر صلوات الله وسلامه عليه. مر بكم حديث أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كل ما سمعتم يا كرام هو مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، جمل من الخطب وهو على المنبر، ربما كانت خطبة جمعة وربما كانت من الخطب العارضة التي يصعد فيها صلوات الله وسلامه عليه على المنبر فيلقي شيئا ليحدث به الناس، كما قال يوم غزوة مؤتة وقد بلغه بالوحي استشهاد الأمراء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له،
وقال ما يسرنا أنهم عندنا، قال أيوب أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أتاه بالوحي استشهاد الأمراء في غزوة مؤتة، فقام ينعاهم فخطب الناس على المنبر. هذه خطب عارضة. في البخاري أيضا من حديث ابن عباس قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، إلا إنه يجاء برجال من أمتي، ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذه جمل يا كرام من خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. هذه جملة قالها، إن عبدا خيره الله بين ما الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول ابن مسعود فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، إن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد الذي قصده بقول إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، يعني أنه مفارق للدنيا ملتحق بالرفيق الأعلى. ففطن أبو بكر رضي الله عنه لمقصود الجملة فتأثر فبكى. قال ابن مسعود وما أقول ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. قال فكان رسول الله هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذه أمثلة وسواها كثير وفير في دواوين السنة. فأين السائل عن خطب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما لم تروى ولم تحفظ؟ بلى رويت. ثم هذه النصوص المنتقات التي سمعتم فيها التصريح بأنه قال كذا وهو على المنبر، وما روي من الأحاديث أضعاف أضعاف هذا العدد فيما فيه سمعت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ولم يقيد بكونه خطبة ولا على المنبر. كثير منها ربما كان على المنبر وربما كان خطبة جمعة، لكنه ما ذكر في سياق الرواية ما يدل على ذلك. فلا يخشين أحد، دين الله محفوظ، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام مأثورة مروية محفوظة. هذا الجواب الأول. والجواب الآخر ما تقدم ذكره في ليلة الجمعة الماضية أن عددا من أهل العلم قصد استيفاء وجمع خطب النبي عليه الصلاة والسلام فيما أمكن، فجمع في ذلك جمع طيب مبارك، ذكرت عدد من مصنفاته وأئمة العلم الذين صنفوا تلك الدواوين التي كانت مترجمة بعناوين خطب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من القرن الثالث الهجري فما بعده. وذلك الجمع الوفير يدل على عناية الأمة وآئمة العلم فيها بما أثر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومما يحسن إيراده يا كرام في هذا المجلس أيضا بعض الخطب التي حفظت على طول على غير القصر الذي ترويه عامة دواوين السنة. من ذلك ما أخرج الإمام الطبري في تاريخه بسنده قال رحمه الله حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إذن رواية مرسلة،
ليس فيها السند المتصل بالصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنه بلغه عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أول جمعة صلاها بالمدينة. أين صلاها؟ نعم، في عودته من قباء إلى يثرب إلى طيبة، وفي الطريق أدركته الجمعة في بني سالم بن عمرو بن عوف، ولا يزال الموضع إلى اليوم مسمى باسم مسجد الجمعة، هي أول جمعة صلاها بالمدينة عليه الصلاة والسلام. فحفظت هذه الرواية في خطبته تلك في بني سالم بني عمرو بن عوف. قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، ولا أفضل من ذلك نصيحة، ولا أفضل من ذلك ذكرى، وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينه وبين الله من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله، يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى ذلك، يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، والذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه من يتق الله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة. خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، قد علمكم الله كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس، وذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الخطبة التي رويت وإن كانت مرسلة، رواها البيهقي أيضا في دلائل النبوة بإسناد آخر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الطريق أيضا مرسلة، إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ. هذا أنموذج يا كرام لخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حفظتها السنة ورويت في الروايات، لئلا يقول قائل لا نجد فيما بين أيدينا من الهدي النبوي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة التي كان يخطب بها. بلى، هي موجودة على أحد الوجهين المذكورين آنفا. فإذا أدركنا هذا أيها الكرام، فإنه يتعين أيضا على أمة الإسلام التي تتقفى أثر نبيها عليه الصلاة والسلام أن تنصب هديه معلما تسير في ظلاله، وراية تتفيأ تحتها. وأئمة المساجد وخطباء الجوامع والعلماء والدعاء أولى الناس عناية بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لسببين كبيرين. أولهما أنهم قدوة للناس، فإذا كانوا مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا هديه وسنته إلى المقتدين بهم من عامة الناس. وثانيهما، السبب الثاني، أنه متى كانت ترتجى البركة والخير والصلاح والنفع والأثر الطيب فيما يقوله المتكلم ويعلمه المعلم ويخطب به الخطيب، فلا والله لا أبرك ولا أعظم ولا أنفع مما يفعله أحدهم إذا كان مقتدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم. من رام البركة والإصلاح والخير والهداية للناس فلا شيء يعينه أعظم من أن يتمسك في طريقه المبارك هذا بهدى وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون في كلامه إن تكلم وخطبته إن خطب ووعظه إن وعظ متقفياً أثر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا والله ستحل البركات، وتكون الخطب والمواعظ والمساجد والمنابر والكلمات والنصائح قلائد من نور، إذا ألقيت فإنما هي نور يضيء القلوب قبل بلوغها أسماع السامعين. فيا خطباء الجوامع، يا أئمة المساجد، يا علماء الأمة، العناية بهدي النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح للبركة وطريق لحصول الأثر، نحن أعظم ما نتواصى به. يقول ابن القيم رحمه الله: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته. هذا عنوان كبير، ما حال خطبة الجمعة مع واقع الناس وحياتهم ومعاشهم وهمومهم؟ نعم الخطيب الذي إذا خطب كان يعيش آلام الناس وآمالهم وحديثهم وشؤونهم وشجونهم، ليس منفكاً عنهم ولا منعزلاً عن حياتهم ولا منزوياً عن واقعهم، فإذا تكلم لامس مواضع الجراح والأمل والألم والهموم والمواضع التي تحتاج النفوس أن تسمع. خطبة الجمعة يا أمة الإسلام مجمعنا أهل الدين، نجتمع فيه كل أسبوع. انظروا كيف حشدت الشريعة أهل الإسلام يوم الجمعة ليكونوا بموضع الاجتماع متهيئين على أحسن ما يكون. التبكير إلى الجمعة وحظ الشريعة عليها، الاغتسال والتطيب ولبس ما يعتني به المرء في مظهره وهيئته، التبكير إلى الصفوف الأول، الأمر بالإنصات والتحذير من اللغو بمجرد أن ينشغل المصلي عن خطبة خطيبه، فإذا سهى أو تكلم أو انشغل بشيء فلا جمعة له. من قال لأخيه صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. كل ذلك الحشد لأجل أن تستمع النفوس إلى خطبة الجمعة، فحق على خطباء الجمعة أن يقدروا للجمعة حق قدرها وأن يعدوا لها عدتها. أمانة الخطباء ودورهم وأثرهم وامتداد لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره ومكانة الخطبة في أثرها، فإن الأمة تعيش حياتها في أيام أسبوعها، في طرق الحياة ومسالكها تبحث عن لقمة العيش ورزقها وهمومها، فإذا جاء يوم الجمعة اجتمعت، وحق لها أن تعي إلى ما تستمع به من خطبة الجمعة بما يجدد إيمانها ويصحح مسارها، وكل ذلك معول على ما يعتني به الخطباء في خطب الجمعة اقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تم به فصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، ونشرع في المجالس المقبلة بفصول متتابعة في هديه الكريم عليه الصلاة والسلام في العبادات موزعة على أبوابها، سائلين الله التوفيق والسداد. ألا فأقبلوا على ليلتكم بخير ما تغتنمون من بركاتها وكنوزها، ذكر ربكم جل في علاه والصلاة على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، تستمطرون بها صلوات ربكم 10 أضعاف صلاتكم على نبيكم عليه الصلاة والسلام. عليه صلاة الله ما هل وابل وما سكبت عين وسالت دموعها، وما كبرت في الخافقين مآذن وما هب للذكر الجميل جموعها. اللهم فصل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا رب أن تصلي وتسلم عليه صلاة تحبها
وتحبنا بها يا رب العالمين. اجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اجعل لأمة الإسلام من همها فرجا، واجعل لها من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل أمنك ونصرك وعونك لأمة الإسلام فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احفظ للأمة أمن حرميها الشريفين ومسرى نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل لأمة الإسلام عزاً ورفعة وشأناً عظيماً إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم أيد أمة الإسلام بنصرك، وأيدها بتأييدك، واكفها يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا رحمن ويا رحيم. اللهم احفظ علينا في الحرمين الشريفين الأمن والأمان والسلامة والإسلام، ووفق ولاة أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا حي يا قيوم. وكل إخوتنا المسلمين في فلسطين، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أنت المعين والناصر، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أحطهم بعنايتك واحفظهم بحفظك.